لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب الصحفي جمال رائف. سيد جمال، بعد التحية، بداية، هي زيارة تاريخية للرئيس الكوري الجنوبي إلى مصر، تعد زيارة تاريخية، ما دلالة هذه الزيارة في الوقت الراهن؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يمكن دلالة هذه الزيارة بتأكد أن الدولة المصرية المنفتحة على كل دوائر الخارجية أو دوائر العلاقات الخارجية بتحصل الآن نتاج هذا الحراك الدبلوماسي المتزن، والذي لعبت فيه الدبلوماسية الرئاسية دور كبير وبارز. جميع يتذكر جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية عام 2016 إلى هذا النطاق الجغرافي الهام للغاية، وكانت زيارة السيد الرئيس إلى كوريا الجنوبية بالفعل نقطة انطلاقة للعلاقات المصرية الكورية الجنوبية. يعني أذكر السادة المشاهدين أن هذه الزيارة وحدها كانت بها عدد من الاتفاقيات وصلت قيمتها حينها إلى 3 مليار دولار، وبالتالي كانت هذه بالفعل نقطة انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الكورية الجنوبية. ولكن أيضا منذ عام 2014 وكان هناك اهتمام من القيادة السياسية المصرية بتطوير العلاقات الثنائية، سوف نجد أن السيد الرئيس كان حريص على أن يقابل رئيسة كوريا الجنوبية حينها في على هامش الأمم المتحدة عام 2014، على هامش طبعا الاجتماعات العامة للأمم المتحدة. أيضا في عام 2018 أيضا كان هناك لقاء قمة على هامش أيضا اجتماعات الأمم المتحدة، وأيضا عدد من المسؤولين رفيع المستوى من البلدين كانوا دوما في زيارات متبادلة. يعني العام الماضي شهد حضور وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى القاهرة، رئيس البرلمان الكوري الجنوبي أيضا أتى إلى القاهرة، ايضا حتى في معرض ايدكس للصناعات العسكريه كان ايضا هناك حضور كوري جنوبي مميز للغايه. اذا نتحدث عن علاقات متصله وبها تعاون طوال الوقت، وايضا الاراده السياسيه متوافره لدعم هذه العلاقات. ايضا سيد جمال، لو اردنا ان نتحدث عن اهميه الموضوعات وما هي اهم الموضوعات المتوقع ان تناقش خلال هذه الزياره؟ بالتأكيد الملف الاقتصادي مطروح وبقوة. نتحدث عن تعاون اقتصادي في الأصل هو به محفظة كبيرة جدا، بنتكلم على أكثر من 170 شركة بالفعل موجودين في الداخل المصري، بنتكلم أيضا على تجارة بينية ما بين الدولتين ترتقي لما يقرب من 2 مليار دولار. ولكن الآن بنتحدث في هذه الزيارة عن آفاق أيضا أرحب ومجالات جديدة. ما تم توقيعه اليوم من اتفاقيات في غاية الأهمية وتمثل نقطة بالفعل مضيئة في العلاقات المصرية الكورية، خاصة الاتفاق الخاص بالشق الإنمائي بقيمة مليار دولار. هذا رقم ضخم جدا، وبيؤكد أن الجانب الآسيوي أو المجتمع الدولي بشكل عام بيثق فيما تنجزه الدولة المصرية من عمل تنموي في الداخل، بل يريد الآن أن يكون شريكا مساهما في هذا العمل التنموي الرائد في المنطقة. أيضا القطاعات الأخرى الخاصة بالنقل وعلى رأسها طبعا السكك الحديدية، ورأينا اليوم اتفاق خاص بالخط المتصل ما بين الأقصر والسد العالي، وأيضا غيرها من الاتفاقيات والمنحة طبعا التي وقعت اليوم بقيمة 8.9 مليون دولار. أيضا هذا رقم كبير جدا، وبيؤكد ثقة الجانب الكوري فيما تنجزه الدولة المصرية من منجز حقيقي في التنمية الداخلية. أيضا هذه الزيارة ليست لها فقط تأثير على أبعاد العلاقات أو جودة العلاقات المصرية الكورية الجنوبية فقط، ولكن أيضا لها تأثير على البعد الإقليمي. الجانب الكوري الجنوبي الآن بينظر لمصر كونها النافذة الحقيقية التي من خلالها من الممكن أن يطل على القارة الأفريقية، وبالتالي وجدنا حتى السيد الرئيس اليوم يتحدث في المؤتمر الصحفي عن الشراكة ما بين الشركات المصرية العاملة في الداخل الأفريقي وأيضا الشركات الكورية الجنوبية، والتعاون وتعزيز التعاون خاصة في مجالات البنية التحتية، وهذه نقطة في غاية الأهمية بتعزز الوجود الكوري الجنوبي في القارة الأفريقية وبتسهل هذا الأمر. أيضا فيما يتعلق بالشراكة في البنية التحتية، أعتقد أن كوريا الجنوبية لديها تجربة رائدة، والسيد الرئيس أيضا أشار لهذا الأمر في المؤتمر الصحفي أن بالفعل كوريا الجنوبية لديها تجربة تنموية في غاية الأهمية، والدولة المصرية منفتحة الحقيقة على كافة التجارب الأخرى للاستفادة منها وتوطين ما يمكن توطينه منها في الداخل المصري. عشان كده بنجد دوما توطين التكنولوجيا، توطين الخبرات في الداخل المصري. سيد جمال، لو أردنا أن نتحدث عن توطين التكنولوجيا والمجالات الاقتصادية ذات الأبعاد المختلفة وأهمية العلاقات ما بين البلدين، أي مدى يمكن أن نصف وإلى أي مدى يمكن أن تصل تلك العلاقات في المستقبل القريب؟ نحن نتحدث عن شراكة شاملة. الجانب الكوري الجنوبي اختار القاهرة دونا عن
العواصم الاخرى اللي تكون من عام 2021 او من عام 2025 هي الشريك الاستراتيجي التنموي الوحيد في المنطقه. وبالتالي هذا الاختيار بيؤكد ان هناك رغبه كوريه جنوبيه لتعزيز هذه الاطر المختلفه للعلاقات المشتركه ما بين الدولتين. هذه الرغبه بيقابلها ايضا رغبه وترحيب مصري واراده سياسيه مصريه داعمه لهذه الشراكه الشامله وهذه الشراكه الاستراتيجيه والانتقال لمرحله الشراكه الشامله. نحن نتحدث عن شراكه شامله تضمن كافه او يعني تشمل كافه النواحي سواء كانت سياسيه اقتصاديه وايضا في المجالات الامنيه والعسكريه والتفاهمات حتى وتنسيق المواقف حيال كافه القضايا المشتركه وتنسيق المواقف في المحافل الدوليه وفي المنظمات الدوليه والاقليميه. وهذا رايناه ظاهر اليوم وحاضر في كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي. وبالتالي هنا اوجه كثيره للتعاون، الجانب السياسي بالتاكيد بيدعمها وايضا الجانب التاريخي. لا ننسى ان اعلان القاهره بعد الحرب العالميه الثانيه كان نقطة فارقة في استقلال الجانب الكوري، وبالتالي أيضا هناك أبعاد تاريخية داعمة. وكما حضرتك كانت مصر من أوائل الدول سيد جمال في الاعتراف بالاستقلال الكوري في أربعينيات القرن الماضي بالطبع بعد الحرب العالمية الثانية، لكن كيف تم البناء على هذه العلاقات التاريخية إلى أن وصلت إلى القمة وإلى أن وصلت لهذا التألق في العلاقات ما بين الدولتين؟ أنا أعتقد أن التناغم السياسي السائد طوال الفترات الماضية ما بين مصر وكوريا الجنوبية كان داعما يعني قويا جدا لدعم العلاقات الاقتصادية والعلاقات في كافة المجالات. هناك طوال الوقت على مدار التاريخ يعني علاقات متناغمة وعلاقات متفاهمة وتفاهمات حيال كافة القضايا. أيضا كوريا الجنوبية بتقدر كثيرا الدور المصري الداعم للسلم أو الأمن الدولي وأيضا دورها الفعال في يعني استقرار شبه الجزيرة الكورية ودعم الاستقرار في هذا النطاق الجغرافي المهم. الدور المصري الشريف في الحقيقة والدبلوماسية المصرية الشريفة التي تنتهج أطر لها علاقة بترسيخ السلم والأمن الدولي هي محل ثقة من المجتمع الدولي بشكل عام وبالتأكيد من قبل الجانب الكوري الجنوبي بشكل خاص. وبالتالي أنا أعتقد أن التفاهمات السياسية والتناغم السياسي والإرادة السياسية أيضا بعد عام 2014 كلها كانت داعمة للعلاقات المصرية الكورية الجنوبية. أيضا أمر آخر فحققته مصر من طفرة داخلية ومن تجربة رائدة في المنطقة. اليوم نستمع لرئيس كوريا الجنوبية وهو يتحدث يقول بنصا أن مصر دولة مركزية مهمة في الإقليم. وبالتالي هنا نتحدث عن دولة مركزية من حيث الإطار السياسي وأيضا الإطار الاقتصادي وأيضا حتى على إطار العمل الإقليمي والدولي. وبالتالي كافة الشركاء الإقليميين والدوليين يأتون إلى القاهرة لأنها بالفعل هي مركز الاتزان والبوصلة المتزنة التي من خلالها يمكنك أن تؤمن استثماراتك الذاهبة لكافة النطاقات المختلفة سواء كانت أوروبية أو إفريقية أو حتى عربية وشرق أوسطية بالطبع. وبالتالي ما حققته مصر أيضا خلال الثمان سنوات الماضية بيدعم أن يكون هناك طوال الوقت علاقات خارجية بشكل عام مستقرة وعنصر جذب وعنصر أيضا تنافسية لكافة الشركاء الإقليميين والدوليين يأتوا إلى القاهرة ليستثمروا وليكونوا شراكات مع القاهرة ممتدة وأيضا تحقق المنفعة المتبادلة. إذن هي علاقات تاريخية في مجمل أمر سيد جمال، لكن لو تحدثنا أيضا عن أهم بنود التبادل التجاري ما بين مصر وكوريا الجنوبية. التبادل التجاري مختلف ومتنوع سواء في السلع أو في الخدمات المقدمة أو حتى التي يتم استيرادها من الجانب الكوري. كيف ترى هذه العلاقة التبادلية؟ يمكن الشق الخاص بالتجارة في الحقيقة خرج خارج إطار حتى وإطار فكرة التبادل السلعي. نعم هناك ما يقرب من 2 مليار دولار حجم تبادل سلعي وطبعا يعني السلع متعلقة بالأدوات التكنولوجية والمواد يعني الخاصة بالبنية التحتية وغيرها من الأمور، ولكن أيضا الاستثمارات حتى الموجودة في الداخل الكوري وتصديرها للخارج بتدعم هذه المحفظة الاقتصادية المهمة. بنتكلم على 170 شركة كورية بالفعل بتعمل في الداخل المصري بتكلفة استثمارية بتقدر ب 800 مليون دولار. أيضا ده عامل إضافي لأن المنتج الكوري المصنع في الداخل المصري أيضا بيصدر إلى الخارج
تحت شعار صنع في مصر وكوريا، وبالتالي ايضا هذا قيمه مضافه للتعاون التجاري ما بين البلدين. ايضا فيما يتعلق بالتعاون الانمائي ما بين الدولتين، هناك ايضا محفظه يعني مهمه للغايه، وهناك اتفاق ما بين يعني وزارة التعاون الدولي والجانب الكوري، وهناك مجالات تعاون كبيرة جدا، وهناك محفظة يعني تتخطى قيمتها 470 مليون دولار. وبالتالي هنا بنتكلم على الأرقام أو لغة الأرقام كما نقول، هي شاهد وخير دليل عن جودة هذه العلاقات. وأعتقد أن الفترة القادمة مع انفتاح مجالات جديدة خاصة ونحن نستمع اليوم لمجالات زي السكك الحديدية، زي مجالات الطاقة النظيفة والطاقة بشكل عام، سوف أيضا تعزز التجارة البينية ما بين الدولتين، وسوف تفتح مجالات جديدة للتعاون، خصوصا أن مصر عندما تفتح مجالات جديدة لا تفتح مجالات من منطق استهلاكي، ولكن أيضا تفتح مجالات من منطلق توطين هذه الصناعات وتوطين هذه الخبرات في الداخل المصري، وبالتالي أيضا هذا سوف يكون مكتسب جديد للداخل المصري. أيضا هناك نافذة جديدة لها علاقة بالطاقة المتجددة، يمكن رئيس كوريا الجنوبية تحدث عنها اليوم، فيما يتعلق باستضافة مصر لكوب 27 أو المؤتمر الأممي الخاص بالتغيرات المناخية. أيضا كوريا الجنوبية لديها تجربة رائدة في الطاقة النظيفة، وأعتقد أن التعاون المصري الكوري في هذا النطاق سوف يكون قادم بقوة في الفترة القادمة. شكرا جزيلا وكل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي جمال رائف، تعليقا على زيارة السيد الرئيس كوريا الجنوبية إلى مصر، وكان في استضافته السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال رائف.